كل ما بنقول ان احنا وصلنا لاعلى ليفل من الخيانه سواء من النظام المصري او النظام الاردني او النظام السعودي او النظام الاماراتي، لا بيفاجئونا ويخلوا توقعاتنا كلها تنزل على وشها على الارض ويطلعوا لك بليفل خيانه اعظم واكبر بكتير. امبارح صحيفه الجاردن البريطانيه طلعت اتكلمت عن قوات تحالف دوليه هتكون موجوده لحمايه السفن الاسرائيليه في مضيق باب المندب. من بين هذه القوات الدولية مجموعة من القوات العربية، أي هيكون هناك بعض الدول العربية. مين الدول العربية اللي موقفها مشرف جدا 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 فيما يحدث في غزة الآن؟ مصر والإمارات والسعودية والأردن. الأربع دول العربية دول ممكن تحط عليهم البحرين برضو، ممكن تحط عليهم النظام المغربي، لكن أنا بكلمك عن الأربع دول اللي هم محتكين قوي بموضوع غزة. مصر، وانت شايف مصر هو كان عندنا انتخابات وهشك بشك أمام اللجان. السعودية وكان عندها هشك بشك وموسم الرياض. الامارات كان بتحتفل بعيد الحنوكة الاسرائيلي. الاردن وانتوا شايفين الوضع مع الملك عبد الله عامل ازاي، مش قادر يتنفس اصلا الا بامر اسرائيل. المهم ان القصه كلها محاطه بالاربع دول اللي هم بالمناسبه موجود لهم موانئ كتير جدا في مياه البحر الاحمر. اذ فجاه النهارده احنا امبارح سجلنا فيديو وقلنا ان وارد دوله من دول هتكون موجوده ضمن التحالف الدولي، فيخرج علينا النهارده مهاب مميش رئيس قناه السويس السابق اللي هو مستشار السيسي حاليا لشؤون قناه السويس علشان يطالب عبد الفتاح السيسي بان يكون هناك قوات بحريه مصريه مشاركه ضمن القوات الدوليه لتامين السفن في مضيق باب المندب اللي هي السفن الايه؟ الاسرائيليه. أربع دول عربية أو ثلاث دول عربية أو أيا كان بحسب صحيفة الجارديان كلهم هيشاركوا أمريكا، أمريكا عملت لهم كده. كلاب حراسة، فكلاب الحراسة راحت اتحركت علشان تحمي سفن إسرائيل، وهم كلاب حراسة، هم كلاب حراسة بجد، ما يتقالش عنهم غير كلاب حراسة. الجيش العربي اللي هيشارك في هذا التحالف هو كلب حراسة، ولا نستثني أحد. هو كلب حراسة. الجيش العربي اللي ما قدرش يدخل قارورة مية لإخواته في القطاع، الجيش العربي اللي ما قدرش يساعد إخواته في القطاع، مش هقولك برصاصة يا راجل، ما قدرتش يساعدهم برغيف عيش، بكيلو دقيق، بحباية رز، بسنبلة قمح. الجيش العربي اللي ما قدرش يعمل كده وسكت وقال لك انا لا قبل ليا بمواجهه امريكا، وخرج الذباب الالكتروني او المعيز الالكترونيه او الجراد الالكتروني ايا كان اسمهم وايا كان الفصيله بتاعتهم وايا كان هم في انهي دوله وبيطبلوا لانهي جيش، خرجوا يقولوا لك انت عايزنا نواجه امريكا، جميل اركن على جنب. طيب لا، فجاه النهارده بقى الاعلان الرسمي من مستشار السيسي احنا عايزين نشارك ضمن التحالف ده علشان نحمي السفن. السفن الايه؟ الاسرائيليه، اللي هو لو حضرتك بصيت على الخريطه اللي انا حاططها لك على الشاشه الآن. شوف السفن الإسرائيلية ما علاقتها بقناة السويس إن لم يكن بقى رايحة ميناء يافا وحافا أو أيا كان الموانئ اللي على البحر المتوسط. طب ما تمر من طريق رأس الرجاء الصالح وما يبقاش لنا موقف من أي البنيلة بهذا الشكل. لكن بحسب الخريطة اللي أمامك أغلب السفن الطبيعي بتعدي من مضيق باب المندب إلى ميناء إيلات عبر إيه؟ عبر مضيق طيران اللي السيسي باعه للسعودية، يعني مش جاي ناحية قناة السويس. أغلب السفن من وسط أزيد من 2000 سفينة، 55 سفينة فقط لا غير، اللي عرجت عن رحلتها إلى طريق رأس الرجاء الصالح من جنوب أفريقيا والكلام ده كله، يعني كمية مش كبيرة. ليه إحنا كمصر نشارك؟ علشان السيسي واخد عربون. أمريكا قالت له هتفرض حصار على غزة، هتمنع دخول حباية رز وحباية قمح، حتى الحفاضات بتاعت الأطفال هتمنع دخولها، هتمنع دخول قطرة مية، هتقفلها عليهم أشد من إسرائيل. ولما نطالبك ونطالب قواتك تتدخل علشان خاطر حماية سفن اليمن هنعمل لك كده. فيخرج لك مهاب مميش علشان يؤكد على نظرية كلب الحراسة. لم يتحركوا لعشرين ألف، منهم أزيد من 10,000 لم يبلغوا سن العاشرة اللي حصل لهم في القطاع، لم يتحركوا، بينما تحركوا بإشارة من أمريكا. اتكلمني بقى عن أي عروبة، اتكلمني عن إزاي يا عبد الرحمن أنت بتتكلم كده، أنت إزاي تتكلم كده، أنت عارف مين اللي في اليمن دول؟ دول الحوثي. يا سيدي الفاضل، أنا لا أحدثك الآن عن أيديولوجية أو عقيدة دينية، أنا لا أحدثك الآن. سيدي الفاضل، أنت عارف العتاد العسكري اللي موجود داخل القطاع أغلبه صناعة إيه؟ روسية. أيوه، أغلبه صناعة روسية. النهاردة علشان أغلبه صناعة روسية، لا أنا ما بكلمش روسيا، أصل عملت كذا في إخواتنا في سوريا، لها يوم وهناخد حقنا، بس عشان ما بكلمهاش أقول لهم معلش إحنا ما بنكلمكوش، خد السلاح ده مش عايزينه، أمال إحنا هنواجه إسرائيل بإيه؟ يلا بضرب النبل، بالنبل. ده سياسة ودي عسكرية. النهاردة أنا بقولك إن الناس اللي في الحوثي اللي في اليمن
عاملين ضغط اقتصادي غير طبيعي على اسرائيل. شوف الاعلام الاسرائيلي بيتكلم ازاي. اذا هم ذراع كبير بيساعد اخواتنا ورفع العبء عن اخواتنا اللي في القطاع. شئت ام ابيت، انا هنا مره اخرى لا احدثك عن ايديولوجيه دينيه او عقائديه، انا بكلمك عن امر عسكري. هذا الامر العسكري بيرفع العبء عننا. ثم ان انتوا عندك الجيش المصري بعظمته وقدرته، والجيش السعودي اكبر جيش بيشتري اسلحه في الكره الارضيه كلها، لم تتحركوا، سيبوا غيركم. طيب يتحرك ايا كان بقى، هيتحرك بالطريقه اللي عايزها طالما ما جاش ناحيتكم. قال لك لا، احنا هنقوم بوظيفه كلب الحراسه بناء على اوامر امريكا. طبعا ده كله الترجمه كده تحت بند برضه من البنود برضه والحاجات دي كلها. يا جماعه طالما انتوا ناويين تروحوا او تساعدوا امريكا كوظيفه كلب الحراسه بالنسبه لسفن اسرائيل، خلاص روحوا. بس احنا بنطالب الاشقاء في اليمن، السفينة أو القوات العسكرية أيا كانت اللي هتروح لكم من أي دولة عربية كي تشارك في حماية السفن الإسرائيلية، خلاها عندكم واعملوا البوارج الحربية بتاعتها مزارات سياحية زي سفينة جالاكسي ليدر. اعملوها إذا وجدتم بارجة مصرية بتشارك في حماية السفن الإسرائيلية، خدوا هذه البارجة إذا استطعتم أن تسيطروا عليها، خدوها واعملوها مزارات سياحية على الموانئ بتاعتكم. احنا موافقين، احنا كشعب مصر احنا موافقين. هذا النظام لا يمثلنا لا من قريب ولا من بعيد، نظام كلب الحراسة لا يمثل الشعب المصري لا من قريب ولا من بعيد. الناس كانت فاكرنا بنهزر او بنقول كلام بقى اعلامي وفرقعه سياسيه، واحنا اصلا زعلانين من السعوديه عشان ساعدت السيسي في الانقلاب، وزعلانين من الامارات عشان ساعدت السيسي في الانقلاب، والجيش المصري عشان اللي عمله في رابعه. فانتوا بتقولوا اي كلام وخلاص، وان هذه الجيوش قال ايه صنعت من اجل حمايه اسرائيل. بالفعل جيوش لما تتحول من جيوش لها العقيده لها العروبه لها خطط الدفاع عن ارضها وتروح تتحول الى حمايه السفن الاسرائيليه، تبقى جيوش كلب حراسه. الجيش اللي يتحرك هو جيش كلب حراسه، اربق بالجيش المصري ان يعمل حركه زي ديت، او الجيش السعودي او الاماراتي او اي جيش عربي ان يشترك في هذا الامر. لن يغفر لكم التاريخ، لن يرحمكم. الى الجيوش العربيه، الى الجيش المصري تحديدا بحسب ما قال مستشار السيسي مهاب مميش، عايز تروح تشارك في حمايه باب المندب، اتنيل على عينك وروح شارك في حماية جنودك واللي حصل لهم في السودان. عايز تشارك في حماية سفن اسرائيل في باب المندب، اتنيل على عينك وروح شوف سد النهضة واللي حصل لهم. عايز تشارك يا جيش مصر في حماية سفن اسرائيل في باب المندب، اتنيل على عينك وشوف ارضك اللي اتبعت وعرضك اللي اتفرط فيه ببدلتك الكاك اللي اتمسح بها التراب في بيع طيران وصرافير. عايز تشارك في حماية اسرائيل في باب المندب، اتنيل على عينك وبحمي جنودك واللي بيحصل لهم في سينا. ده الوضع الطبيعي. هذه الجيوش صنعت لحماية إسرائيل شاء من شاء أو أبى من أبى. شوف لما بيحصل انتفاضة في الأردن، مين اللي بيمنع الأردنيين من الدخول؟ الجيش الأردني. شوف لما رحنا في 2013 ولا 2014 عند رفح، مين اللي منعنا من الدخول؟ الجيش المصري. ده العقيدة بتاعتهم، دي الأيديولوجية بتاعتهم اللي تكونوا عليها. لما أمريكا تستدعيهم لحماية سفن إسرائيل تبقى جيوش كلب حراسة. لك تفسير تاني؟ خبر بتاع الغارديان مش طبيعي، مش طبيعي لما يقول لك دول عربية ستشارك في حماية سفن إسرائيل. وصلتوا لهذا الأمر؟ لا يمكن تكون بهذا الشكل، ان امريكا تجعلكم تصطدموا الجيوش العربية تصطدم ببعضها. اليمن ايا كانت السعودية اللي يعملوا ببعض يعملوه، مصر واليمن، اليمن والسعودية والامارات ومصر والاردن واللي يعملوه. وبعد كده امريكا هتنفض الغبار وشوية المية اللي عليها من مطرح مضيق باب المندب وتعود ادراجها مرة اخرى، وتستمر اللي بيحصل بين الدول العربية ومش هينساه. يعني النهاردة انا عايز اقول لحضراتكم، لو بارجة مصرية تبع القوات البحرية المصرية تحركت لحماية سفن اسرائيل في باب المندب، وحصل من البارجة المصرية بأي شيء من الاشياء اطلقت اي شيء على اخواتنا في اليمن، فاللي في اليمن حصل لهم حاجه، اليمنيين هينسوها لنا؟ التاريخ هيغفرها لينا؟ لا يمكن. وبرضه لا احدثك بالطريقه العقائديه ولا الدينيه ولا ايديولوجيه الناس اللي في اليمن، انا بكلمك من باب العروبه، من باب رفع البأس عن اخواتك واللي بيحصل لهم في القطاع. امريكا بتورط دول في بعضها، وتبقى اسرائيل محتفظه بقوتها هي زي ما هي. ليه اسرائيل لا تشارك؟ قال لك لا، الغاردن قالت لا، مش اسرائيل هو اللي هيشارك، امريكا وبعض الدول منهم دول عربيه والصين وروسيا رفضوا، ودول عربيه وافقت انها تكون وظيفتها كلب حراسه لاسرائيل في باب المندب. سلام عليكم.